تهجير وتهجير قصري لمختلف الأحياء السكنية في محافظة المثنى بسبب التأثير السلبي لمعمل إسمنت السماوة والذي يقع بالقرب منها. الأهالي أوضحوا أن الأدخنة السامة التي ينفثها المعمل تسببت لهم بأمراض سرطانية وصدرية إضافة إلى تشوهات ولادية باتت واضحة عند دخولك لهذه الأحياء. بالنسبة للمعمل إسمنت الجنوب، هو يعني هذا معمل إسمنت الجنوب يقع بمنطقة يعني بنص الولاية تقريبا أو ربع الولاية، فهذا المعمل هو أكو به ضوابط يعني صحية، هو يفتقد هذه الضوابط الصحية. أولا أكو مرسبات، والمرسبات يعني ماكو مرسبات، عاطلة عن العمل حسب أنا معرفتي. الناس عندنا مهندسين وعلاقتي وياهم بالمعمل، ماكو مرسبات ما تشتغل، يعني لو تشتغل خلينا نقول نشتغل يوم ها وعشرة أو شهر ما تشتغل. هذا المعمل يسبب أمراض، عدة أمراض يعني أمراض سرطانية، أمراض يعني العدرة أبو الأمراض، حتى يعني خلينا نقول حتى العيون، المهم عدة أمراض. أنا مو دكتور حتى أشرح يعني تفصيل الضرر الصحي. أنا حسن قويش من ناحية الوركاء من عشيرة آل بوجياش. مجلس محافظة المثنى ومن خلال اطلاعه المباشر على حجم الأضرار الكبيرة التي خلفها هذا المعمل سجل اعتراضه وامتعاضه على قرار وزارة الصناعة القاضي بفتح باب الاستثمار لهذا المعمل وبموقعه الحالي، واتخذ قرارا وبتصويت أغلبية أعضائه على نقل هذا المعمل خارج المناطق السكنية لتلافي المخاطر الصحية والبيئية للمحافظة وأبنائها. لا يمكن لمحافظة أنه ترتقي إذا ما بها صناعة أو زراعة. إحنا كمحافظة المثنى الآن ما بها صناعة إلا معملي سمنت موجودات فيها، يعني القاعدة الصناعية الأساسية بالمحافظة هي معامل السمنت. ماذا أنت تهمل معامل السمنت تفقد القاعدة الصناعية مالتك. الآن موفرت لك فرص عمل لألاف الناس تشتغل عندك بالمحافظة، فأكيد أنه الصناعة أساسية في تطوير هذه المدينة هذه المحافظة. ويرى أبناء المثنى بأن معاناتهم ستبقى بين جار ومجرور ما إن تتكفل وزارة الصناعة بتنفيذ قرار حكومة المثنى وتخليصهم من معاناتهم المستمرة. من المثنى حسين الخزعلي، قناة صلاح الدين.